جنبا إلى جنب، جمعيات مدنية متطوعة ترافقها مؤسسات الدولة كالشرطة والحماية المدنية في مهمة التوعية والتحسيس بوباء كورونا. والعينة من بلدية عين الكحل بعين تيموشنت. رانا في الميدان لعملية التحسيس المواطنين بعدما قمنا بعملية أخرى وهي تعقيم الشوارع والأحياء وأماكن المشبوه بها. إذن حملة التحسيس راها مستمرة يوميا ودوما، يعني كما نوقش رواحنا غادي هذا الفيروس اللي ما نشوفوش بالعينين غادي ندخلوه لبيوتنا. وهذه الكلمة اللي نقولها، قعدوا في بيوتكم، قعدوا في بيوتكم، بيتك هو حمايتك. لقد قمنا بتوعية وإعطاء بعض النصائح لبعض المواطنين وكذا سائقي المركبات للأخذ بعين الاعتبار جملة من النصائح، من بينها غسل اليدين بالماء والصابون جيدا، وكذلك عدم الخروج للشوارع إلا للضرورة القصوى. تخرج غير الضرورة، كتحس روحك مريض، عيان، فيك حمى، تعطس، أي حاجة. الحمد لله الدولة راه موفرت لنا ليزيرجونس، استعجالات، روح فيريفي روحك نورمال عادي. العملية كانت تحت إشراف مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية. مصالح أمن دائرة الكحل سطرت برنامجا أمنيا خاصا لمواجهة هذا الوباء تاع كورونا، وذلك من خلال تكثيف دوريات الراجلة والراكبة، وذلك عبر شوارع وأحياء المدينة في خلال طوال اليوم ليلا ونهارا، وذلك من أجل توعية المواطنين وتحسينهم. هل يلتزم المواطن الجزائري بالتعليمات وتطبيق الحجر الصحي؟ سؤال وجهناه لأحد المواطنين. ما كدبش عليك، ما بقاش نقول في الدار. السبة باينة على جال الخدمة، واحد يخرج باش يخدم مش يخرج ليه. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف السلطات المحلية والجمعيات، يبقى التزام المواطن بشروط الوقاية هو الأساس.